حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم. فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا الا يبقين في ورقه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت